هنا ايضا عبد الصمد لم تاتي الفرصه لهشام لكي ينتقم من عبد الصمد، لان عبد الصمد او من ارتبط بعبد الصمد او الجهه التي ترتبط او يرتبط بها عبد الصمد تملك من الوثائق على هشام، بحيث ان هشام يسكت عن معاقبه عبد الصمد، فبقي عبد الصمد بالرغم مما هو فيه من الفسق والفجور والانحراف. قال هشام: ولم ذاك؟ قال: انه قد رام مني خطه لم يرمها قبله مني احد، فهو فيما كان منه كالذي يتبغى الصيد في خيس الاسد. فاساء هشام القول في عبد الصمد وهم به ثم امسك، يعني هذا الكلام عندما يقول هم به ثم امسك يريد ان يبرر سكوت هذا القائل، هذا الخط الاموي. لاحظ لو كانت القضيه في تخص امير المؤمنين او اهل البيت سلام الله عليهم او شيعه اهل البيت، ليس السبائيه والخطابيه السبابين ليس مع هؤلاء الكلام، وانما مع الخط الحقيقي لاهل البيت سلام الله عليهم، مع اهل البيت، مع علي، مع اهل البيت. لو كان فيه سكوت عن ظلم وعن فسوق وعن فجور، ماذا سيروجون؟ ماذا سيشيعون؟ لاحظ، لأن الخط أموي هنا حتى لهذا الفاسق يحاول أن يبرر، يقول أراد أن، هم أن لكن أمسك. لاحظ، هم أن، لا، يخفف من السكوت، يخفف من الإمضاء، إمضاء للنواط، إمضاء لإتيان الذكران، إمضاء للفساد، إمضاء لشرب الخمر، إمضاء لانتهاك الحرمات من هشام من الخليفة. ما هو عمله؟ هذا هو ولي أمر المسلمين؟ هذا هو الإمام المفترض الطاعة؟ هذا هو خليفة المسلمين؟ هذا هو أمير المؤمنين؟ الخمور والفجور والزنا واللواط في بيته، في مملكته، في وزارته، في عائلته، يريد أن يخفف من السكوت، يخفف من الوزر الذي يتحمله هشام. يقول وهم به ثم أمسك.